يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وحكاية جديدة من برنامج كل الحكاية. اليوم معنا نجوم من أهم الأسماء الفنية اللي ارتبطت في البهجة والسعادة. اليوم معنا الفنان طارق العلي والفنان أحمد العنان، لكن بعد الفاصل. عودة من بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين، ومعنا نجومنا اللي منوريننا اليوم الفنان طارق العلي والفنان أحمد العنان. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر، وعيدك مبارك. علينا وعليك، ساعة مباركة يا أبو محمد. أبو فواز حبيبي، رب الله طاعتك. مرحبا، منه ومنك صالح الأعمال يا رب، وكل عام أنت وكل المشاهدين إن شاء الله بألف خير، وعيدكم مبارك. مقدما طبعا أوجهها إلى كل طبعا مشاهدينا الكرام. ساعة مباركة اليوم نورينا في كل صدق الحكاية. صدق علقتني عبال بتقول شيء يعني. اي والله. ومحمد دائما في البداية نتكلم وفواز عن الأجواء الرمضانية. نعم. يعني دائما ذكريات برمضان أول، شنو أبرز الذكريات اللي ما تروح عن بالك محمد؟ شوف يعني عسى الله يعود علينا وعليكم ان شاء الله بخير، بس حط الكاميرا على احمد العنان عباله بنتو طلع شاي اي خفيف ما شاء الله عباله بنتو زي ما طقيتها كامل. بالاجواء الحلوه ان احنا العاده الرمضانيه وهذا العرف اللي يعني خلينا نقول على مستوى الكويت والخليج، هالتزاور وهالتلاحم والصلوات ما شاء الله، تشوف المساجد تمتلي في الفروض وخصوصا التراويح والجيام هالايام. وبما ان احنا يعني بهالايام الكريمه هذه نسال الله انه يطول بعمر سمو الامير ويحفظه ان شاء الله وسمو ولي عهده وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم وكل مقيم على ارض الكويت عايش عليه بهالايام المباركه. احنا كثر ما نسولف عن رمضان، هل المواجيب هذه، هل التزاور، هل الغبقات، هل يعني في الغبقه اذا تسمحوا لي صارت نوع من يعني اللي مثلا والله ها ما شاف ناس وايد قام يشوفهم بالغبقات جمعات صارت عدل بفواز طبعا فرصه اي اي والله تشوفهم بالغبقات خل المناسبات هذه الثانيه الخاصه، لكن رمضان غير القرقعان. بس في شغله واحده اللي احنا ما نحبها بهالقرقعان، الاسراف في القرقعان، التباهي. يوم قبل حبات اقول الحين ايام ابو فواز وايامنا إيه. ترى ابو فواز سنايني تقريبا إيه يعني وراه ترى ها اي بس حبتين اي قاعد يترك لي ورا قاعد نفس المستشفى لا انا شغل بيت اي على شغل بيت انا شغل بيت زين ابوي. فهل رمضان لا غير ميز غير بس احنا وقرقعان كل واحد شيسته وياه قبل نسوي لنا اكياس ويسوون فينا دقات ومقال هذا يرش عليك ماي ايه جواء حلوه شنو هذا يعطيك وضحك وناسه. بواس تذكر رمضان قرقعان اول اي يعني وين تحصل شيء زين عارف هذا يعطيك هذا ما يعطيك هذا ما يبطل الباب والناس فرحانه ونكب عليك ماي فوق السطح اي نفس درب الزلي اي تلاقي البيت امهم مثلا مو راضيه الشباب العيال هم وهم يسوون الشغلات هذه. تذكر بفواز متى اول مره صمت باي عمر؟ يعني كنت مثلا يعودوني اصوم نص يوم يقولون مثلا لا لازم تصلي بس صل المره هذه يعني معطينك اختيارات عروض خلينا على راحتك صار بعدين يعني تدريجيا بعدين صرت الحين لا لازم عارف خلاص عاد بعدين صاروا عيالي صرت يعني حتى لو مثلا يوم تعبان ودي هذه مثلا لو يوم مثلا افطر بعذر مريض ولا شيء ما اخلي عيالي يشوفوني مثلا يعني عارف صرت استحي من عيالي طبعا ليش انت ما تصوم الحين يعني لا اصوم يقول اذا ما صمت اذا فطرت بعذر يعني ما صمت انا اسف هذا والله يعني خاش الوجبه تحت السرير يعني انا كنت اقول اليوم الحلقه ما تحتاج اعداد واسئله يعني السوالف والجو الجميل ما شاء الله سويد ابو شنو طال عمرك ابو عبيد ونعم شوف احنا من الاشياء الحلوه وقبل مثل ما يعني مروا فيها وايد ناس احنا قبل كنا نتجمع وايد سالفه بس كنا نجمع البيت وعيال الفريج ويانا فامي عندها حساسيه ضد البيض يعني شم يعني البيض واحنا بيتنا حكومه القصر جاره فصاير حرف ال عرفت؟
المهم فالخدام شغال تجيب من المطبخ بيوت الجارة دخل محدود المطبخ غرف واحنا عاد حظنا الزاوية تمر على امي فامي تقول امي ما تشوف شوي فاخذتها الخدام خلتنا تسمع صراخنا ضحكنا ايام احنا قبل رمضان احنا صغار نسهر ليل الصبح بعضهم يلعب كورة يلعب هذا فاحنا قاعدين ها المهم جابت الريوق البيض والمربى والهذا شبابنا وترى يمكن قبل كانوا حتى إجارة نسبة قليلة اللي تصوم لا لا أنا لا نسبة كثيرة بس إحنا جيلنا الجيل يعني صوم لك يوم يوم جيل الشباب الجهراوي بلشوا يمكن يصومون 2001 لا عاد قبل شوف عشان تعرف ربعك الفاطرين ايش فينا قمنا نبلص على بعض ومحمد ودي اروح ياكل ناحيه لا لا شوف طريق صبويه ايه؟ اللي تشوفه اللي يقول لك انا فاطر ولا صايب تعرف بطريق صبويه تحصل هناك كل الربع تشوفهم قبل ساكن فكانت الوالده دشت علينا ولا احنا حوالي 7-8 امتن واحد فينا زرق من تحت ايده تقول يا طارق انا بصوب وهلي زرق ماني قاعد اسمه لانه معروف زين شلون زرق من تحت ايدي عرفت بس كانت ايام لما كبرنا قبل وشيباننا ما يرحمون انت ايش عبالك انت الرفسه بكبدك انت على ما تقوم الا خلص اقام كلها اصابات لا الشباب يمرونك الربع حسان كست عارف ولا كيت كات واضح من ريحه اي بفاك ابو محمد ودي اتكلم انا والله فلصت على واحد برا عزمنا عند ابوه انا اسماء بيطول لا ولا يهمك قول بس اقول لك ذكريات المهم قاعدين فاحنا هذا الرجال الطيب والله كان اكبر وصاروا يدود فقال لي طار انا ما شاء الله كنت نشيط كذي جاكسون زين تقول شياره زين وادش المسجد صار كنا نجمع العصاري الظهار شيء فهو شفت لبس الشماق وتلطم كذي تلثم وقام يمشي كذي ايش قاعد تسوي؟ ما انا قايل اسامي ها؟ ورا ان شاف الحلقه بيضحك. دشيت السلام عليكم انا شوف عادي تونا دابينها السلام عليكم ولا شيبان عليكم السلام ولا يطالعوني بنظره هذا مو صايم كان يدش هو وراي السلام عليكم تعرف ماشي شيبان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والنظره حلوه ان هذا صايم اي قلت ايش فيهم؟ كان يقول ما تعرف انت تمثل بالانديه الصيبيه كنا ما تعرف تمثل عدل فكانوا حتى شيبان انك تعبان تعب الصيام حتى بالمشي ومحمد الاجواء الجميله هذه يعني ودنا نروح نتكلم عن العمل في شهر رمضان دائما يقولون الفنان اكثر تعب في هذا الشهر خصوصا اذا كان عنده عمل او مسرحيه ليحضرها للعيد حدثني عن اجواء رمضان العمليه شوف هم رمضان قبل كنا نشتغل طبعا اشهر قبل رمضان عشان يعرض العمل في رمضان التعب بالبروفه زين لكن قبل كنا نشتغل يعني الحقبه السابقه زمان يعني من الثمانينات ولا كنا نشتغل هذه الاعمال التراثيه واشتغلنا مع اسماء كبيره يعني فكان تعبها قبل رمضان بس احنا اللي تعبنا مثل ما تفضلت البروفات البروفات كنا نشتغل حتى ايام الانديه الصيفيه كنا نيجي العصار ايام رمضان الانديه الصيفيه كان يصير علينا رمضان فنقدم انشطه حتى من ضمن هذا قاضي المحكمه من التراث العربي يعني كان فيها تعب انا هذه بعد امسح يلا انا قمت افلص تعبضني بالعكس بالعكس كان عندنا كان التوجيه المسرحي في الدسمه ايام الله يطول عمره عمي خالد الحربان والخضر الله يرحمه والاسماء هذه فكان عندنا اختبار يعني مسابقه بين انديه صيفيه مركزنا طلع الاول الجهره نادي صيف الجهره بس هذه المشكله انه كان الظهاري مو بالليل لان مثل المدارس يعاملون بالضبط سوى عندنا قاضي محكمه فلازم انا اشرب ماي المشا انا اشرب ولا ما اشرب هو استانس على الدور هذا يا مولاي قرقر 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 ودك تعيد المشهد اي رحت حق البيت قلت يما شو صار تقول يا حليلك يا وليدي فطرتي كان تعطيني البصمه براخ
سود الله وجهك يا اللي زي ما والله دور دور طبعا هي انا اعطيك انا مطرق بس شغله الشياب يد مشكوره ما يورد ما يورد فكان قبل على تعبه بس في حلاوه الحين مثل بروفات احنا نسوي ساعه العصاري حق مسرحياتنا الحاليه بس انا لان معظم اللي معاي بعضهم يدخنون وفي معاي الحين مثلا مسرحيتنا حاليه اسمح لي بفواز طول عليك عشان هم اجابتك الحين عندي انا مثل مسرحيه اللي هي شقه لندن معاي عنصر نسائي والعنصر النسائي اكثرهم ربات بيوت استاذ الهام الفضاله استاذ شهد استاذ الهام وعندنا فهذا الحريم يجهزون حتى حق فطور اهلهم ترى حتى الفنانات يجهزون فطور شهد على ما تجهز سبانخ شغلها بالبيت اي كلها فطاير شهد كلها فطاير طبعا ما وقعت عقد فلوس لا لا رحنا حق مخبز تنور يمنا وقلنا فهذا ياخذ هذا التعب فقمت اخليه بالليل. ايه ممثلين وياك بعد صايمين ويدخنون تخيل شو يصير فيهم. ايه ابو فواز بعد محمد عاشور. ايه لا لا محمد عاشور في جزئيه مهمه في جزئيه مهمه ايضا بعض المسلسلات ابو فواز يدش رمضان وما خلصت التصوير فلذلك تعالوا حتى مو تجهيز المسرحيات ايضا المسلسلات العمل في رمضان دائما متعب خصوصا انه مثل ما تطرقت تو انه في اسر في النهايه يعني يملكون بيوت وابناء اسر صحيح أنا وايد ويمكن الحين يعني قل هذا الموضوع إنه خلاص بدأوا يحضرون مبكر شوي كان يعني ثلاث أرباع المسلسلات يدشون يطوفون 15-20 شهر رمضان يعني في عمل أول كان يمكن يصور أبو محمد يذكره يصورون ليه قبل العيد بيومين يعني صح. خلاص قاعد حد وبعدين البروفات يعني انا الحين هذه مسرحياتنا لنا وين فتره ابو محمد بعد عارف يعني قبل مثلا كان مع الراحل الله يرحمه محمد رشود مثلا يشتغلون بروفات يعني من بعد الفطور ليه وقت قبل الامساك بشوي يعني اليوم رايح ما يشوف دواوين ما يشوف غبقات ما يشوف نعم هذه بحد ذاتها معاناه حتى احنا ترى احنا ترى يعني وقت القرقعان وجب شوف هو يعني انا مثلا مثل ما تفضلتوا التعب انتوا اليوم انتوا الان تحضير حق هالبرامج فعلا زين يحتاج وقت طبعا. مهندس الديكور حضرتك إيه إيه. المصورين بروفات قبل رمضان يعني وخصوصا الهواء هذا بعد يعني إيه. الحين الناس اللي قاعده الحين مثلا ما يدرون ان الهواء متعب كم واحد قاعد يشتغل فعلا. يعني الله يمسيه بالخير اخونا ابو عبد الله معالي سعاده الوكيل استشار تركي ابو عبد الله التركي المطيري تو هني قاعد هذا وانا بعد نهني اخونا الاخ عبد الرحمن المطيري عادت نيله ثقه سمو الامير وسمو العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء انه يعاد توزيره في وزاره الاعلام وهي شباب نقول له مبروك والله يوفقك ان شاء الله والقادم افضل فهذا الشغل اي انسان عنده شغل البرامج اللي قاعد يسوي فعلا متعب فعلا الجزئيه المهمه ترى عندنا ربع للحين اسف ابو فواز عندنا للحين قاعد يصورون مسلسلاتهم برا الكويت ويمكن بعضهم اعتذر على الاعمال خصوصا اللي برا الكويت الريال هذا عنده الحين عمل في المملكه العربيه السعوديه غرفه في العيد ان شاء الله غرفه 13 غرفه 13 اي في العيد ان شاء الله راح يسافر بيخليها للناس تعيد يعني شوي احنا بالديره شوي نعيد لنا هو لا والله مسكين طبعا دائما على قولتهم هاي ضريبه تاخذ حمود وياك؟ حمود لازم محمد ولده الله يحفظه هذه ضريبة النجاح دائما في ضريبة لا يعني كلها نفس ما ذكر ابو محمد يعني انت ممكن برنامجك لايف الساعة 11 بس ممكن انت من بعد الفطور بالضبط ملتزم مستنفر ما تقدر تروح مشوار ما تقدر خلاص اخاف تتأخر تحوشك زحمة فيمكن انا اول مرة من السنين يعني اني ما عندي شيء عارف بالكويت مسرحية مثلا اني قمت اشوف دواوين اروح غبقات صار عندك وقت شوي صار في وقت ابي اتكلم على الجزئيه هذه إيه. ابو فواز بس ودي اروح ناحيه النجم الكوميدي لما الممثل يكون ناجح في الكوميديا هذه تشكل لك معوقات في تقبل الادوار الاخرى يعني مثال لك عمل منزل 12 إيه. مشارك بشخصيه يمكن شوي فيها جديه هذه تواجه صعوبه في تقبل الناس لشخصيه احمد العنان
يعني شوف يمكن انا خطي يختلف مع فتاة سلطان. الله 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 والله الفنانة الجميلة فتاة انا احبها والله العظيم والله مع زوجتي الثانية طبعا اللي ابدعت بالدور بعد الفلبينية صفك حق الفلبينية شكرا للجالية الفلبينية انت قلت زوجتي الثانية يعني تدري ام فواز الموضوع هذا اسلم اسلم ويعني بقيادة هالنجم الكبير الغدير الله يحفظه ويطول في عمره الفنان سعد الفرج أبو بدر تحية أبو بدر يعني أنا الحمد لله أني معاه وكان خطي مختلف عارفهم خط درامي ممكن تراجيدي جد أنا أشوف في مشاهد شوي فيها خفيفة يعني حتى أبو بدر أمس كلمته في اسكندرية قال لي أنا أشوف مشاهدك واستمتع صراحة فيها الحمد لله المشاركة والعمل اللي موجود على يمكن أكثر من 7-8 محطات بالضبط. طبعا موجود على شاشة الكويت العرض الأول يعني نشوف مشاهدات الجمهور في الخليج تقريبا أغلب المشاهدات لمنزل 12 يعني. فعلا فعلا تجربة جميلة جدا لكن ومحمد يعني لك باع طويل في الكوميديا مشاهداتي في ابو ظبي احنا فعلا الاسماء الكبيره لما تشتغل معاها تعطيك ايضا جو واليوم تعقيب على كلام ابو فواز اليوم انت ممثل سواء كوميدي او تراجيدي او فانت عندك يعني ترى احمد مثل حتى كاركتر ويا خالد النفيسي رحمه الله عليه عديل الروح صح اهم كان يعني هو الممثل لازم يمثل كل شيء الكاركترات اللي تناسبه واللي وبعدين الجمهور تعود احمد احنا المسرح يفصل عن التلفزيون لازم يعني اليوم سعد الفرج تشوفه ما شاء الله في المسرح حياه ثانيه تشوفه بالتلفزيون يبكيك عمي عبد الحسين عبد الرضا لا مسلسلات حتى وهي كوميديه يلعب الجو عندك استاذ سعاد عبد الله في ما شاء الله في مجاريح جوها كان وايد جميل صحيح وقمت احرص اشوفه يعني في اعمال اسمه الهام الفضاله انا عندي اقولها انت في المسرح ايش حلوك ها انت ويا ري شهاب بالمسلسل عندهم نون وما يعلمون أهم نجاح جميل فالممثل لازم يتلون عشان حتى عين المشاهد ويعرف المشاهد أن الفنان اللي حبه هذا فنان يتلون بأدواره وعشان بعد الناس ما يحطونك في قالب معين خلاص ما يتقبلونك ولازم تشتغل يعني عارف مع الكل يعني لا تحسب على مثلا على ناس أو على مجموعة على عارف هذا وتلون مع الكوميديانات تشتغل مع الدراما تشتغل يعني في فنانين الحين مثلا أنا التجربة هذه مثلا سقط سهوا مشارك في العمل هذا يعني مع حمدي و خالد مرغني مرغني ها حمدي مرغني مرغني من مصر انا عندي مدحه تيخه في شو اسمه هذا مسلسلنا الفنطاس اسلم اسلم على ابو ظبي يعني حتى شوف انا يمكن ابو محمد شوف من فتره طويله اشتغلت معاه كأنه عارف روح جديدة كانت بين هلوسة من تقريبا قبل سنة يعني اشتغلناها المسرحية هذه وإن شاء الله في فكرة ثانية على طاري المفروض الفنان أنا بيب ولدك آسف أستاذ لا ولا يهمك بيب محمد ولدك أنا ما خلاص ما تعامل معاك خلاص شغلك معه محمد ولده هذا كل عيال الله يحفظهم ويحبهم عيالنا هو اللي وقع عنا أنا يب حمود قاعد يمي حبيبي عيدي 20 دين وقعك سنتين تفضل أبو محمد على الأجواء الجميلة هذه على طاري الأجواء الجميلة في معاك أختنا وبنيتنا المذيعة وينها اليوم عسى ما شاء الله لا اليوم عندها عذر صحي تعبانة شوي نتمنى لها السلامة إن شاء الله الخير بالموجود أوجه لها تحية بس لا قلنا لا يكون في شيء ولا لا يعني لا أبدا والله بيني وبينك قالوا المذيعة مو موجودة بغينا نمشي الله كلك خير وبركة سعد بارك يا ابو محمد والنعم فيكم لما تكلم انتم ناجحين اثنينكم احنا نتابعكم كل ليله ترى يعني من البرامج ايضا تلفزيون الكويت قاعد نتابعكم هذا من دوركم نجاحكم الجميل هذا من دوركم يعني ان شاء الله يعني تلفزيون الكويت السنه مميز عارف
في ناس قالوا ها ليش ما في شيء منوع مثلا عقب الفطور، لكن اللي موجود بالعكس مشاهد الكوميدية حق أبو عدنان إرشيفة شيء جميل يعني، والبرامج السنة في تلفزيون الكويت يعني مميزة صراحة منوع. قاعد نشوف كل البرامج موجودة. أنتم نجومنا أكيد بقيادة معالي الوزير والوكيل فعلا، وأنتم نجومنا اللي تلفزيون الكويت. آسف أبو عبيد، تلفزيون الكويت ترى مشاهد يعني دائما لازم، حتى انا لما اروح الخليج يقول احنا نحرص نشوف تلفزيون الكويت في رمضان ايضا لاجواء الخاصه، كل قنوات على عيننا وراسنا طبعا، لكن ايضا تلفزيون الكويت هم لا جوه اكيد لا، ومن الشاشات مع احترامنا لكل الشاشات العربي من الشاشات النظيفه، عارف اللي فيها حرص تحترم الأسرة، فيها تنوع. تحترم وفيها تنوع يعني ما يعرض أي شيء، ما يعرض يعني دقيق بهذا الموضوع. شوف عشان أقول لك إحنا الشاشات حتى الخليجية خصوصاً التلفزيونات والقنوات هي فيها يعني تراعي الأسرة، ويعني في بعض المحطات يقول لك ترى عندك حتى بنظام هذا تقدر تمنع أسرتك ما تشوف المحتوى هذا، ولكن هم يعني على قولتهم القنوات الخليجية الحمد لله قاعدة تأخذ الجو، والحمد لله أن تشوف أعمالك بكل مكان بالضبط. عرفت بالضبط. وكله محتواها طيب ومحترم، أنت عاد كيف تبي تنقي هالبرنامج تنقي هالبرنامج هو خيار متاح. نعم لأكيد أنكم أنتم الإضافات الجميلة لتلفزيون الكويت لبرامج تلفزيون الكويت. محمد قبل شوي أبو فواز طرع عليه شغلة اللي هي مفروض أن الفنان ما يحصر نفسه في جروب معين أو يشتغل معه في ظاهرة الجروبات في المسرح. نبي ندخل بمحور المسرح في مثلا كما هو متعارف، يمكن هو ما هو موجود حقيقة لكن الناس ممكن يرسمونه في مخيلتهم، إن جروب طارق العلي، جروب أحمد العنان، الجروبات هذه مو قادرة تشكل ممكن حزازيات أو مشاكل خصوصا في انتقال الممثلين من جروب لجروب. شوف أنا أحيي كل إخواننا في المسرح، ويظل المسرح العاملين فيه جزء من عندنا أكيد. وهذا جسدنا الفني سواء جروب أو أنا مثلا أتكلم عن فرقتي أو إحنا مثلا شركتنا، إحنا شركة إنتاج. اليوم نحتاج أحمد يكون بهالدور نكلمه ونتفق معاه، وهذا يعني وفي ناس لهم طريقة يعني كل شركة لها أسلوبها في هذا، لكن ما في مشكلة لما مثلا أحمد أنا مثلا تعودنا نشوف أحمد في فريق الفلاني، طارق بالفريق الفلاني، بس شيء حلو لما نلقى طارق وأحمد ونفس الشيء ما في مشكلة إلا التعاون بين إحنا كلنا قاعد نشتغل إنتاج فني، ما في يعني أنا شركتي على اللي له الدور يأخذه. نعم ساعات يصير حتى الأولين عمي أبو عدنان أستاذ سعد الفرج الله يطول عمره، عمي أبو عدنان الله يرحمه، كان مثلا جو عمي أبو بدر السياسي، كان عبد الأمير التركي الله يرحمه، خالد رفيسي الله يرحمه، هذا جوهم. عمي عبد الحسين لا مجموعة بجوه، بس عادي تلقى هذا يشتغل ويا هذا واشتغلوا بعدين هذا سيفو الاثنين الكبار، ما في مشكلة. كان رحمة الله عليه أبو عدنان تشوف أعماله، تشوف كل الممثلين الموجودين سوق المقاصيص مثال، كل الفنانين يعني الله أنا وياهم كلهم إيه؟ الله يطول في عمره سعد الفرج، إبراهيم الصلال، حياة الفهد، خالد أمين، أبو محمد، أسماء كبيرة، كل الجيمي البريتش يعني أسماء، شاري البلام رحمة الله، شاري منى شداد، الكل يعني لو تذا كل الفنانين كانوا في قاصد خير يعني وايد أعماله، ما في بالعكس كلنا يمكن عارف هذه الجروب تسوي أحيانا عارف ممكن تعيق مثلا ها والله خلاص ينحسب، في ناس يقول لا هذا وياهم يفكرون ان هذا مثلا محتكر ولا شيء ولا او مو حاب يشتغل معاهم. بالعكس انا مثلا انا يعني
كانت يمكن البدايات مع ابو محمد، عارف محمد خالد خليفه، ومع محمد خليفه ومحمد خالد عادل الدوسري يعني فتره ام عثمان فجر السعيد، نعم الله يمسيها بالخير، فتره طويله طبعا في جروب البلام، وانا عندهم الحمد لله معزز مكرم وصاحب غرار واخذ الامر الناهي يعني ابد، وتقدير منهم هذا لك مساحتك. اي والسنه انا يمكن حتى يوم يجي اقول حتى يوم يجي زيارك انت اي لا لا كنا نجيب لك البريد اتوقع والله خير وبركه كلهم اخواننا عارف، والسنه انا لظرف معين عارف اعتذرت من اخواني وربعي، والله يوفق الكل ابو محمد يعني للاسف ابو فواز ما بيقاطعك بس للاسف ان العيد ما عندك مسرحيه هالعيد. لا عنده شو ما عنده، لا لا عندي عندي في الرياض ان شاء الله. في الكويت؟ لا لا الكويت ما في. اي شوف ابو عبيد، عشان احنا دائما في ناس يقول لك انا احسب اخافني حق احمد ومحسوب على لا ساعات نعم يكون هو ملتزم معاهم. احنا دائما فنيا وادبيا نلجأ للمنتج اللي مثلا يقول احمد عندنا عمل، بس خلينا نروح حق عبيد لان كونه هو معاه ملتزم. عندكم ويا مثلا ارتباط؟ قال لا والله. عرفت ساعات هم الفنانين بينهم يصير التزام ان انا ابيك وياي، وهو مثل ما تفضل يكون مرتاح من الفرقه الفلانيه او المؤسسه الفلانيه. بس شو تصير اذا انت ما عندك شيء؟ يعني يوم ارتبط ويانا مثل الاستاذ احمد في مساله هلوسه، الاستاذ عيسى قال له العلوي اوجه له تحيه، قال له عندنا كذا كذا كذا، قال له اوكي انا ما عندي شيء، واستاذن زملائه وهذا ما في مشكله. في ناس قصب الا في مشكله، يعني انا الحين بقول لكم على سبيل المثال اسمح لي فواز. اي تفضل. مثلا انا فلان طارق وطلع، اي اكيد اطارق في شيء، ما في شيء ممثل خذ وضعه وراح وانتقل. وشوف يعني انا لما اسوي مثلا عندي مجموعه شباب ممثلين ويكبرون والان يصير علي طلب عرض وطلب، ويجيني يقول لي عمي مثلا يقول لي ترى عارضين علي وهذا الاجر، اقول له روح. يقول ما تبيني؟ اقول لا مو ما بيك، ابي مصلحتك. هذه الصوره اللي كان مفروض توضح للناس. لا لا احنا ممكن البعض يعتقد انه في مشكله مع لا 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 عبيد. بقول لك شغله، في ناس هي تبي كذي، تبي تسمع سالفه ان متهاوشين، احنا مو متهاوشين او مو متزعلين. يعني شوف نفس ما قال ابو محمد، انا السنه مثلا لما قلت لا عندي ظرف عارف ما راح اشتغل، عندي كم ظرف، والعيد ان شاء الله عيد الاضحى ناوي ان شاء الله انه اروح الحج عارف، فقلت ليش اخرب عليهم المسرحيه وقت عيد الاضحى مثلا؟ فاعتذرت فاعتذرت وعندي التزام واكثر من مشروع. فشنو ولا انا الحمد لله يعني الجماعه مو مقصرين واخذ الاجر اللي ابي، لكن انا الظرف معين. ففي ناس اول ما اعتذرت يعني قاعد يكلموني ها في شيء في مشكله يعني تعرف يبي يسوون السوشيال ميديا ابو عبيد تخلق لك. يعني انا واحد من الناس فلان هده، اي فلان خلاه وفلان ما هدني بريال، خلص عقده وراح. اليوم اكثر من فنان ها الان بعضهم قام ينتج لنفسه. بالضبط. اقول لا تنتج مستحيل. ترى بقول لك شغله قدام هالناس، انا في فنانين والله يجزاهم خير لما يطلعون في لقاءات يذكروني بخير، ومنهم بفوز بيض الله وجهه وجه الجميع الحاضرين ومن يشاهدنا وحضره الكل يذكروني بخير. انا لما يقول لك فلان راح هو ما 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 راح زعل، خلص عقده، اسف خلص عقده وراح يبي يكمل حياه الله. لكن في ناس بالسوشيال ميديا تبي اثاره، تبيها وهدوه ما يبونه. لا مو ما يبون. والجزئيه ابو محمد اللي نثبت عليها ونأكد عليها انه مو شرط في خلاف. لا لا ما لا لا وهذا هو في النهايه فنان، هو في النهايه فنان عقده. بالضبط. لا انا ما اسف حتى الثنائيات ابو محمد نسولف حتى الثنائيات شوف وايد امثله عندنا كلها هذه حل هذا يعني يعني حتى الثنائيات ممكن يبتعدون عن بعض. لا ثنائيات قد يعني مثل عمي عبد الحسين وعمي ابو بدر كانوا ثنائي، لكن صار لظروف ما صار كل واحد خذ له خط زين والتقوا بعدين بهذا سيفه، والتقوا ايضا في لما صار زياره الملك سلمان الله يطول عمره خادم الحرمين السعوديه التقوا المسرح. طاش ما طاش، طاش العوده ردوا، واللي ردهم بصراحه الله يمسيه بالخير مع المستشار التركي ال الشيخ، اذكر انا حاضر في حفل وطلب منهم يردون ورد.
أنا أتمنى من اللي بالسوشيال ميديا بعضهم لا يأول، خصوصا اللي يديرون حسابات بالضبط طارق. وطبعا تعرف انا مو مالتي شك، احنا بنونس العالم، بس انه لا تتكلم من كيفك. واتمنى حتى الفنان لما يروح يقول انا اشتغلت وهذا، والحمد لله في نقطه مهمه جدا، احنا لما نتزاور يعني امس كان عندي عبد الله الخضر، خالد مظفر مرني، اسماء من عيال شبابنا، مر عبد الله الحمادي، كلهم عيالنا ترى باكر بييك باكر حتى لموعد مبكر. لا لا انا خذيت موعد من محمد حمودي. محمد العونان. انا ما ارد عليك، قلت لك انا فالقصد شنو ابو عبيد؟ انه ليش تخلقون ازمه بيني وبين احمد وما في؟ ويا اخي في امور صعد بيني وبين هالمنتج ما بيعلنها، يعني مثلا او بعض الاحيان ساعات زملاء لنا اذا ما يعني انا ليش تسوي شيء وفجوه بيني وبينك؟ لا يبى روح ارتبط وانجح ونجاحك من نجاحنا، عرفت؟ راح نفرح لك طبعا. انا افرح لك وفي اسماء يمكن يدري عيسى العلوي كاهو قاعد، احنا يكلموننا حتى من يعني برا الديره بالخليج، هذا شلون مثلا طارق العلي، ماني بضارب على اي مثل عني انا، يقول لا خوش شباب وهذا يرتبطون معاهم، بس انا ما نقول هذاك بالضبط بالضبط محمد. احيانا بعض الامور يبون اي غلطه لو ما في غلطه ما تبي تتكلم او اي طيب يبي يسوون اي شيء. احمد العونان عنده مثل العرض سووها، لا يمكن احيانا بعض يعني اللقاءات تحتاج لتوضيح بعض الجزئيات اللي ممكن تكون غايبه عن الناس. والله مو غايبة الناس، لا اجتهد لا اجتهد تعرف تعرف ليش اجتهد غلطك ايه تغلطك يعني انا اقول لك اشياء يعني انا 7 سنوات وانا قاعد انطق من السوشيال ميديا ومن حسابات، فكبرت مخي وكبرت عقلي وقمت انا بقول لهم عن طريق تلفزيون الكويت الحلو هذا، والله ماني على قول سعد كنعان ماني بحولكم، انا بحول شغلي ونجاحي، وعندي اليوم مسرحيه يعني اسمحوا لي عليها شوي. في سؤال عنها تكلمنا عن يعني صحيح. اليوم انا معاي اسماء جميله، الهام الفضاله، شهاب جوهر، جمعه، علي من نجوم الامارات، الفنانه ميس كمر، شهد، سلمان، عندي فيصل من شبابنا، فيصل السعد، محمد الوزير، محمد عاشور، اليوم محمد عاشور هو ايضا عنده اعمال ويرتبط معانا، دلال، مجموعه. أنا مو فاضي قاعد أفكر أرد على هذا وعلى هذا، لا يبا طارق العلي جو ثاني داش وحياة ثانية. تكلم عن المسرحية أبو محمد. أتكلم أستاذ فواز. إيه فواز مو عليك. تكلم عن شقة لندن، بس كم أجارها هي؟ ها؟ شقة لندن. يقطها؟ يقول كم أجارها؟ كم أجارها؟ ولا ترى خالد العجيرب بايق الفيلم. أوجه له تحية خالد العجيرب. أكيد. يلا هكاو عنده مسرحية في البحرين. آخر موديل. أيوه آخر موديل. الله يوفقه ويا شاب حاجية وأحمد الفراي. أسماء جميلة. وبقول لك شغلة قبل أتكلم عن مسرحيتي. تدري إن إحنا الحين بحساباتنا عشان نقول حق الناس اللي تبي تخلق فتن او انه تثير اشاعات، قمنا ننزل اعلاناتنا حق بعض، انا انزل حق احمد، احمد ينزل لي، ما بي لا 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 تنزل، لا والله ما هذه اللفته الجميله، هذه المفروض فعلا كلنا والعكس مو بس انا، الكل قاعد ينزل حق بعض نفس ما حتى انا انزل حق طارق، انزل حق المحترمين، حق مظفر، حق لحظه 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 اصبر اصبر، انت قلت المحترمين خليني اعرف شنو المحترمين، بس عايز مظفر خالد مظفر لا عارف لا عارفين ما تقول ها شوف قال انا المحترمين كلهم محترمين حلوه حلوه الظاهره والجو الصحي الجميل اللي في دعم الفنانين لبعض. بقول لك شغله، انا تفكيري الخاص اليوم لو سقط اي مسرحيه طاحت يضيق خلقي، لان احنا اليوم الجو التنافسي مو عشان هذا يطيح وهذا يتصعد، لا كلنا مسارح اولى وكل واحد يبي يبهج الجمهور، واليوم جمهورنا ياخذ له دوره على المسارح، اليوم طلع من احمد ياني، طلع من عندي راح حق مسرح مثلا خالد، عبد الله، يوسف، كل فجمهورنا محمد والنجاح يتسع للجميع طبعا كلنا ننجح الكويتي الحمد لله، بس حكويتي يعني سوري انا ما مفتوح المجال ما اتعالى على ابو فواز، له جوه وجمهوره وانا اللي جوي جمهوري فاحنا مثلا شقه لندن عشان لا اخذ جو ابو فواز، شقه لندن مسرحيه حلوه اجتماعيه وفيها اهداف مثل ما مسارح زملائنا فيها اهداف وفيها جو وفيها توليفه
يعني عيسى العلوي قلت له انت وين جمعتهم؟ شلون يعني والهام تدري الهام الفضاله يعني احييها والاسماء اللي معانا ايضا جوها غير يعني انا مثلا جو شهد معاي بس الهام غير برنسيسه ها؟ استاذ ما استعودت عليها بالمزرعه اضافات جميله اي يعني فشاب شاب كل ادواره جد بالتلفزيون شلون هذا بيضحك العالم؟ تعالوا شوفوه عرفت جمع علي منو جمع علي؟ جمع علي فنان اماراتي ونجم من نجوم المسرح الاماراتي والخليج والله حلو تشوف مشاركات من فنانين من الخليج موجودين في المسارح عندنا يعني موسى آرتي تغيير موسى آرتي تدري موسى آرتي مخرج ومهندس ديكور المنوعات اللي كانوا يسويها داوود حسين امسي عليه ابو حسين استاذ احمد دوغتشي فاحنا توليفتنا بهالمسرحيه غير واللي يبي يربط اي حدث عنده بباله شقد لندن كيفه انا ما اجاوب الا اكيد ان نتمنى لكم النجاح لا حضر وشوف ان شاء الله ابو فوز ودي انتقل لك لجزئيه مهمه طبعا الكثير من المسرحيات ما شاء الله الناجحه واللي معلمه مع الناس في عند الفنان احمد العونان مسرحيه يعني لا زال يتذكرها او لا زال يعيش اجواءها يعني شوف والله يمكن اكثر من مسرحيه يعني ما يصح الا الصحيح كانت مع ابو محمد ابو رجا وابو تغيم زين هذا شرطه مخفر بالجهره هذا عارف كلهم موعدهم يوعدون الناس الساعه 4 اللي مسوي حادث ولا يحلون اي قضيه تعال الساعه 4 سمعنا 4 يعني كل المحقق هذه الطريقه عارف يمكن مع اخواني جروبي بلام لياخور يعني هلوسه وهلوسه من سنتين كان تشوف بعد غياب انا وابو محمد وعجيري وعماد العكاري وشهد وامير مطر نعم اللي يغيب هذا هلوسه اسف ابو فوز هلوسه مسرحيه تلفزيونيه مثل ليش انا اسف عرض واحد منك احمد بس حتى الهام الفضل اول عمل وياها كان عمل تلفزيوني مسرحيه تلفزيونيه هي جناب الماما لما ارتاحت من الجو قالت خلاص سويها يعني بس تفضل ابو فوز اسف على طول خذوا شقه لندن اي شرينا شقه في لندن ايه. فشنو انا حتى السنه اعرف يمكن اغيب عن اخواني عارف يعني ان دليل ان ما في شيء الحمد لله اخواني قروب بلام الله يوفقهم في شيخ روحاني ويوفق ابو محمد بشقه لندن وكل الزملاء والله اخواننا وربعنا وقلبي مع الشباب في البحرين نعم. عجيرب وشاب الله الله يعينهم على عجيرب انت الحين ما سالت سؤال عجيرب راح يقول فهاتنا اللي لا لحظه بفاض شنو السؤال لابو محمد؟ الحين احنا مو جهراويه ايه؟ شنو رابط بيننا؟ لا انا كنت بسال السؤال من زاويه ثانيه لا لا بس انت الحين انا الحين اسال شنو الرابط؟ شنو الرابط؟ تكفى ما شفت للحين جهراويه ترى ما ندري عن بعض نفس اللون الذوق واحد عشان لا نضيع ومحمد تذكر متى اول مره التقيت باحمد العونان؟ التقينا انا الله يمسيه بالخير محمد خالد خليفه وابو خالد الله من الكتاب الحلوين ابو خالد والمخرجين وانجح اعمال ايضا لي اذا اشتغلت معاه صح لسانك؟ ابو لا او اللي يدري يدري صح لسانك لا كنا اللي يدري يدري اللي يدري يدري اللي دور وبعدين مسرحيات 2000 ايوه لا هذا خلاص بس شنو كان مسرحيات 2000 يعني كأنه سوينا 30 مسرحيه صح تحدي يعني كان ابو محمد سوى في هناك كل شيء ورشه من المؤلفين بنفس اليوم ترى في نقطه مهمه كلامك متم ابو فواز هذا الرجل الاول ما يبوا لي جابوا لي محسن الضعيف الشمري الله يمسيه بالخير زين ويمسي ابو فروحه نواف الشمري نواف الشمري نواف سالم الشمري نعم والنعم في الجميع محمد مطيري محمد حسين ايضا كان من المخرجين مميزين اول ما شفت العونان لا يومك هذا ترى اعرف العونان والجهره والنعم ترى حمولته طيبه ولا انتم كلكم على عيني وراسي وبيتهم الكريم والده ترى انا اعرف ابوه زين فاقول له احمد انت لما تسولف انا ما افهم لك يعني سريع عايش بالجهره 80 عارف لا ويتكلم حتى لهجة قبيلته الكريمة هذا قبل ترى يتغير شوي قبل يا حبيبي أقول له لا أحمد اصبر خلنا أفهم فكان قلت له هذا أقول حق محمد خالد أبي هذا عطى كاركتر محشوم أبو فواز والحظ المينون
في الطب النفسي، كنا بالطب النفسي وانا كان لي هدف طبعا. هذا اول دور ابو عثمان عجيرب. العجيرب فكان كاركتر عجيب صح انسان. ف في مسرحيات 2000 طلبوا اني اكررها مره ثانيه، قلت انا اذا بكررها نفس فريقي وما ابي اعيدها، ابيها مثل درب الزلق ما يعني تشبيه هذا جو هذا جو، ما تنعاد. طلبوا مني اعيدها قلت ما تنعاد. احمد كاركتر خطير مجنون على المسرح فعلا. انا لما يعني انا احييه فواز وحنج ترى موديل واحد باص واحد احنا ها بجاره عندي صيفيه جميل احمد، انا مو اطبل له لكن اكيد هو يستحق وخذ مكانه طيبه يعني ايضا مع مجموعته له. فاول ما قلت محمد ابي هذا ابو خالد العجير القاضي زين، وكانت مجموعه حلوه. هذه اول مسرحيه وياه كانت مجموعه احمد ايراج كان احمد ايراجي صح جميله هذه الحوارات الشيقه للامانه. لكن ودنا نطلع فاصل نريح شوي، والله نبي قهوه احنا عبالنا فهمت وطلع الحين يبدلوا لك اياه. لا هذا نبي انا شاي ها وفي قطايف ولا حاضر في سحور كامل صح سحور. من الشيف اليوم؟ اليوم الشيف طارق حماده ونعم بطارق ابوي فاصل اعزائنا المشاهدين وراجعين ان شاء الله. عجبك عوده مشاهدينا بعد الفاصل وهذه الاجواء الجميله مع فنانينا طارق العلي واحمد العونان اللي منورين كل الحكايه اليوم. حبيب. ودي اروح لجزئيه مهمه او تجربه مهمه في مشواركم، التجربه السينمائيه ابو محمد وكذلك احمد العنان كان لك تجربه سينمائيه. اليوم اقدر اختصر الاسئله الكثيره اللي في هذا الجانب واقول شنو ينقص التجربه السينمائيه الكويتيه؟ شنو معوقات امام هذه التجربه؟ هو مو معوقات بس السينما الخليجيه ما لها تسويق كثر العربيه، يعني الفيلم العربي ممكن تلقاه باي دوله خصوصا يعني الفيلم المصري باي دوله ونجومه معروفين. لكن احنا اليوم يعني اخوانا في شركه سينما ايضا مشكورين والشركات الان في سينما ما عندنا السبونسر. يعني انا اقول لك شغله، مثل المنتج اي فيلم عربي قبل لا يبدا الفيلم يقول العونان معاي، يروح حق الشركه، شركه طارق تجي، شركه اي ادوات كهربائيه، شركه عالميه هو معاي العونان اعطوه سبونسر، معاي فلان، فيطلع على الاقل نص قيمه الفيلم من هالرعايات. الرعايات قبل لا يعرض الفيلم. اي ومتاح له يصور باي مكان، حتى مسلسلاتنا، اتمنى اليوم احنا من خلال تلفزيون الكويت انه تنفتح لنا، يعني انا شغلتين بقول يعني بعرج عليهم. اليوم احنا كل اعمالنا شركات. الشركة الفلانية وباقوا الشركة وراح الشركة وراح ما تعملوا الكويتيين كلهم عندهم شركات. ليش ما يصير الوزارة يعمل في الوزارة الفلانية وأخطأ أو أصاب كوفئ أو عوقب؟ واليوم ما في وزارة ما فيها أخطاء أو ما فيها ليش ما احنا نكون يعني حتى واقعيين؟ ودي أنا مثلا اليوم احنا يجاز النص أروح أصور بالمكان الفلاني ما يعطونا، مع ان عندنا ترخيص من الاعلام، نروح يعني جزاهم الله خير وزاره الداخليه يعطونا مخافر، بس احنا نبي لما احنا نروح مثل دول الخليج ها؟ انا شفت فيلم حق زميل لنا بالامارات كل القوات الخاصه ومش عارف ايش، احنا نبي مثل قبل. منتج اساء استخدام الترخيص او هذا خلاص هذا ما نعطيه. بس ليش زي طارق وهذا يعاقب؟ لا يعمم الموضوع لا والله اعطيتونا حتى اجازه النصوص. اليوم دول الخليج يعني صار عندها شوي انفتاح اكثر بالطرح. اليوم احنا لا ما يخالف مرفوض هذا، لا والله ما ينقال، لا ليش ما ينقال؟ احنا اللي قبل نقول الكلمه ويقولون انتم عندكم الحريه بالطرح. زين ابي شوي فكوها فكوها احنا ايش بنقول؟ سواء ترى احنا عيال العوائل وعيال حمايل ولا في رقابه ذاتيه، عندنا رقابه ذاتيه ما راح يعني حتى فالفيلم اليوم انت عندك ساعه وربع مثل كوميدي تبي تقطف فيها تبي تسوي حركات تبي هذا، هذا افلام العالميه والعربيه كلها فيها شغلات حلوه. اليوم انت الدراما لا تقول هذا
ما شين هذه كلها كلمة يعني العمل الكبار أنت ما تقدر تعامله كأنه طفل. أبو محمد لو بلخص المعوقات على قولتنا مثلا نقول مشاكل خلونا تسويقية خلونا على في البداية تسويقية نعم والإجازة نصوص اي يعني اليوم احنا شوف في بعض اخوانا في دول الخليج ساعات مثلا الاسماء انت من معاك والله مثلا وياي احمد العونان بعد من وياك يعني تلفزيون الكويت ما قصروا يعني الاخوان يدعمون حتى في القنوات الاخرى يدعمون لكن احنا نبي لا نبي لا يا واحد عنده عمل احنا ما نقول لا ما نبي التقصقص اسمعني الوكيل اسمعني ها الناس كلهم يسمعون اي لا يعني لما تيجي العام احمد وطارق ياخذون مثلا اجر معين السنه هذه ارتفع اجره لما ابي بطارق وهذا اجر فتختلف إيه. الميزانيه اليوم انتم ايضا تدعمون احنا ترى هم انا اقولها حق ابو عبد الله والاخوان كلهم وكيل التلفزيون ترى احنا جيلنا ايضا نبي هم يبي له اليوم الجيل الكبار حلوم احنا مستانسين شوف الجيل الكبار والاولين بس احنا جيلنا هذه المسافه هذه وينها؟ نبيهم نبيهم عشان شكلهم امتداد ما يقصرون يعني لاقينا مكاتبهم مفتوحه ابو عبد الله ولا يعطونا بس احنا ايضا نبي ونبي افتح له اعطوه خلي يقول وزاره خلي يقول اعطوه استديوهات مثلا اعطوه افتحوا له تي اوامر من وزاره الاعلام اعطوهم ايش حق مجاز انا ابو محمد ودي اروح ومانس واذا واحد اساء لهذا البلد ايضا في اليه في هذا في حتى نقابه حاسبه يحاسب الذي اساء مو لا يعمم قانون إيه يعني انا بكتب شيء يسيء البلدي مثلا ما يصير انا ماني مدمغ على قولتهم لا سؤالي. مثلا بيسوي عمل كوميدي وموجود ومجاز النص ويشاهد قبل العرض اكيد عارف ولو حصل ولو حصل في اساءه يدش بالخطا ابو فواز لو حصل في اساءه مثلا يسال طارق علي مو احمد العونان طبعا احمد العونان خلاص لا ممكن لا والسينما هني عشان رد لها وياخذ جو ابو فواز السينما هني يعني مشكورين لكن احنا نبي الدعم ليش ما وزاره الاعلام كهو موجود يسمعنا والله يعطيه العافيه ابو عبد الله الاخ تركي ليش ما فمثل ما في مثلا تعطي منتج منفذ اعطي الفيلم منتج منفذ وخله يشتغل خل تشتغل السينما لا يصير انتاج خاص عشان يطلع فلوسي نشوف يعني نشوف ابو فواز لك تجربه جميله في يعني السينما يعني شوف يمكن التجارب السينمائيه انا يمكن كم فيلم يعني مع مع ابو خالد عبد الله السلمان ومع عادل الموسوي واخو عمار لكن شنو نفس ما قال ابو محمد يعني تبي رعايات تبي شيء انت مو مثلا الافلام العربيه مثلا في مصر هو بمصر مطلع عارف مستفيد من الفيلم تدري لان شوف كدور عرض كعدد مساحات اوسع لا وعدد يعني 105 مليون ما شاء الله تبارك الرحمن يعني فلو يعرضه بس بمصر كافي ترى برا الخليج ولبنان والمغرب هذا زياده لكن ترى بالكويت بفواز يعني انا عرضت افلام لي لا الكويت تغطي تعطيك مردود يعني الجمهور يحضر الله خير وشركة السينما هم يعني في النسبة وهذا النسبة اللي ياخذونها السينما ياخذونها دول يعني كل هذه إيه؟ تعارف بس احنا نبي الشركات هي اللي تدعم حتى تلفزيون الكويت ساعات احنا هذه هم نقطة مهمة مع سوري بفوز ساعات احنا مسلسلات نقول حق الشركة الفلانية هذا لا هذا اعلان طيب وين يعني سياره واشيل علامتها وين اوديها او تيشيرت مثلا لبسهم واحد غني شيل بيتس مثلا تعتقد ان البيئه السينمائيه مو جاهزه لا زالت لا بيئه موجوده من العشرينات لا في الكويت موجوده وبس احنا اليوم نحتاج الى اكثر افتح لي اكثر مثل قبل شوف الجيل الاولين والرواد اخذوا جوهم وخذوا هذا ووصلوا ايضا الفن جزاهم الله خير احنا نبي نكمل بس اعطونا ابو محمد كلامه سليم يعني لكن شنو اللي يقصد ابو محمد يمكن انه شنو تبي الفيلم مثلا انت ودك تصرف عليه بس تصرف
ما راح يرجعوا لك فلوسك اذا هالنسبه وما في دعم وما في رعايه. ممكن ما يلك احد ما يلك فلوسك اللي قطيتهم. بالضبط. وانت ودك تصرف، ودك تجيب نجوم بهالعمل اكثر، بس ممكن ابو محمد يمكن بس انه موجود بالسلم عارف ما يستفيد هذيك الفائده من يعني احنا نقول نملك المقومات. اسمح لي اسمح لي. هذا اللي المقومات هذا كل شيء. في نقطه اللي اهم، اول شيء عندنا شغلتين بقولهم، لازم يصير تعاون بين طبعا نقابه الفنانين موجوده بعرج عليها، بس نبي الان ان شاء الله مع الوزير ابو يوسف يسمعني بهالسالفه، يقر قانون في هي موجوده في لوائح ومشهره والحمد لله، لكن في قانون هو ايضا يحكم المهنه ويحكم امور كثيره لما يقر من مجلس الامه ومجلس الوزراء ويوافقون عليه. الثاني شيء ان وزاره الداخليه اليوم انا ابي فنان من خارج الكويت، التاشيرات عرفت؟ انا مو جايب واحد مثلا اجيبه وهذا، لا فنان هذا جاي من بلده شبعان، فنبي مثلا سهوله تأشيرات. يعني هذه يسمعوني اخواننا في وزاره الداخليه واداره الهجره ومع الوكيل المشعان، ها ان انا مثلا اجيب طارق علي من اي جنسيه على طول لا مانع اعطوه، طبعا انت امنيا ها انت اكيد مراقب عليه، فحتى في الجنسيات اللي لا يمكن عليهم مثلا ممنوع او شيء انت شوف عليه، اذا ما عليه شيء امني تقصد تسهيل الموضوع. تسهيل يعني هم ما يقصرون. وشركه الانتاج مثلا بي عند شركه طارق او شركه فلان أو زين خلاص الشركه هي مسؤوله عنه، لا وزاره العمل او العروض ويمشي. لا وزاره الاعلام تعطينا كتاب يعني جزاهم الله خير المصنفات ايضا لا في السبيعي والاخوان يعطون كتاب ان حق الداخليه يا اخوان عندنا شيء شيء، احنا شنو اسرع الاجراءات، يعني ما اقدر انا انطر ما يخالف امن اجراء امن الدوله، اجراء الجنائيه، اجراء انا كذي الممثل يهدني يقول لي يا عمي انت اخرت راح ينسى الدور اصلا. لا مو ينسى الدور، يعني عفوا انت اليوم بتجيب ممثل فلاني، هذا من برا بتجيبه وتقول له ان انت اسبوعين تصويرك، زين انا الاجراءات على ما على ما هذا يصير شهر. فاتمنى هذه واضح يصير التعاون واضح واضح. نعم. يا ابو محمد ودي اروح الناحيه، روح احنا وياك. الحلو انكم وياي صراحه. معاك لا وياك والله، بس هذا شاي ولا كركديه؟ لا لا انا خلصت ولا ما عرفت، هذه السكانه لونها غامض. لا والله. ودي اروح لناحيه ان الجمهور اختلف اليوم ابو محمد، يعني انتم عاصرتوا حقبتين مثلا. حاليا الجمهور يبي مواضيع معينه، يبي لغه معينه، يبي افكار معينه. تفضل ابو محمد. يمين يمين والله تكفى. يا حبيبي شوف، اول شيء انا يمكن اني استانس اني اشوف الجمهور، يعني احنا يمكن يعني مثلا فنانين المسرح فنانين الكوميديانات مثلا نتشرف ان جمهورنا كبار تشوفه عارف، مو مثلا الطفل لهم جمهورهم لهم متابعينهم، احنا لا جمهورنا كبار. حلو لما تشوف العائله تشوف الحريم تشوف عارف مره كبيره مع عيالها مع زوجها يسلمون عليك وحافظين مشاهدك، هذا شيء حلو. هذا هذا هني تلمس النجاح. ايه حقيقي. شوف محمد على جزئيه الجمهور اليوم في شباب في عصر سرعه في انفتاح اعلامي، تحس ان حتى مواضيع المسرحيات يحتاجون تطوير فيها. شوف مو تطوير، احنا قاعد انا اعول ايضا على الرقابه، لا تحكرني مواضيع. انا اليوم بتكلم عن شباب ابو عبيد، شباب الله يحفظك ويعطيك العمر كله يا رب. زين عندي بنت تبي تعرف بالمسرح بيقال وكوميدي، نبي هم قضايا هذه. اليوم لازم يفرق ايضا الجمهور، يعني لازم انت اليوم عطني انطباعك واستانس وضعك، لكن لا تصير محلل، لان النقد والتحليل له ناسه. انت اليوم عطني رايك، مو بس تضحك ولا ما تضحك، الموضوع اللي انا اطرحه، لا تشلب لي على افيه، لا قالوا افيه، هذا افيه، هاي مسرحيات كبار، انا وياي عيالي صغار مثلا، زين عيالك مو عارف ايش السالفه، انت فهمتني. وبعدين لا نصير مثلا بعضهم للاسف انه يردد كلام غيره وما شاف، هذا اللي يذبحنا. قال طارق جي شفت المسرحيه؟ لا والله ما شفته، بس قال احمد ايش دراك يا على هذه النقطه ابو محمد. شنو في ناس احيانا
يعني اشوف ناس يقول لا يبا المسرح اخترى مو ولا حاضر مسرحيه انت متى؟ يقول ولا مره حاضر مسرحيه لا قبل ولا الحين بس يتكلم بس انا سامع الكلام هذا حرام الواحد ينسف مجهود وشغل وايد زملاء شوف ابو عبيد هذه بجمله احنا ضايقنا مو لا يقول خلاص مات المسرح من بعد عمي ابو عدنان لا لا ما مات المسرح احنا اجيال متواصله ولكن كل فكر له وقته كل ناس لها وناسها كل هذا ما مات المسرح لا لا تقولون هالجمله لا تقول شيء مع احترامي لشخصكم لا تقول شيء انت ما يعني ما يصير اعمارنا كم صار لك بالوسط هذا 40 سنه انا 40 سنه شنو وين بعدين طلعت قضايا ومواضيع جديده تنسف جمهور غير تنسف تاريخنا وتنسف حياتنا مجهود وتعب والمسرح مات لا لا انت شنو شفت من مسرح عمي ابو عدنان انت شفت الفيديوهات بعضهم حتى الاعمار شفت الفيديوهات انت حضرت لنا ولازم شوف اللي يعرض امام الجمهور من فئات بالتلفزيون ممكن مختصر شوي عشان ساعة الوقت إيه. ففي افيهات ممكن تقولها بليال العرض بس في افيهات ممكن ما تقولها وهذا الرغيب بعد شغال عليك لا 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 تقول شيء لا 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 تقول يعني ما لا بعدين شنو اذا يجيك واحد مثلا كاره مثلا فلان او طارق ولا فلان لا تعمل موضوع في شباب في احملي في مظفر في ابو عبد الله مجهودات قاعد تبذل في لا عبد الله عبد العزيز من جيلنا اي يعني لا مجهود لا تعمل موضوع تسمحوا لي ما في مسرح الحين اسمحوا لي نكمل سوالفنا على السحور سحورنا جاهز اي والله يا ليت تفضل والله تفضل الساعه المباركه المنيو جاهز اي والله يا سلام يا هلا سحوركم بكر طبعا رجعنا مع نجومنا اللي منورينا اليوم حبيبي والله يا اخي احنا ما لنا شغل فيك خلنا بحالنا ترى معك كل الناس ايش بس البجامة هذه الدايخة معانا الشيف زياد حمادة وين زياد؟ اللي اليوم معك السلام عليكم زياد الله يعطيك العافية الله يعافيك حبيبي يعطيك العافية الله يعافيك الله عشانك الله عز مقامك معكم اخوكم الشيف زياد حمادة مبارك لكم ما تبقى من شهر ونقول لكم بعد ان شاء الله عيدكم مبارك مقدما ان شاء الله عدنا لكم سفرة السحور أنا وأختي الشيف جمانة جعفر ونسي عليها بالخير أنتوا سالفة الحريم ما اليوم ولا واحدة مداومة إيه لا وينها جمانة جمانة إحنا أنا وياها نتناوب كله فيك الخير وبركة الله يحفظك طبعا اليوم سحورنا شكلنا لكم ما بين الكويتي على الهندي على حتى انت طقيتنا شوف ريش والبلالية شوف يعني طقيت قط مصيري اسلم اسلم يا مال العافية طبعا سوينا لكم بعض المقبلات اللي سوينا شاورما على طريقة السوشي وسمبوسة خضرة وسمبوسة جبن يا قولتهم شاورما زاتشي ايوه هذا جديد تو جديد شاورما زاتشي ويا الفهيتة الرولات طبعا عندنا الحين قاعد يقول فهيتة ايش تعرفها؟ تعرف فهيتة الرولات؟ فهيتة مو وصولك مكسيكية انا قالوا لي عنان وصول مكسيكية سويت اسمه انا هو مولود بالمكسيك ايه لكن اصوله طيبة ثاني يوم طلعت عليكم بالعافية الله يعافيك طبعا اليريش سويت هذا شبك ولا اكل؟ لا هذا خبز عروب لا احنا العاده نذر عليه اللومي البودر بس انا اسوي لكم سويت لكم اياه مثل القرص تمام رشيت عليه في ورده ما عليك خلق اشيلها لا لا توكل هذا منظر لا لا توكل توكل هذه ورده والله اي توكل ورد اليوم طبيعي عادي احنا والله عشان التلفزيون ولا كان غمسنا يا مال العافيه طبعا انا اليريش احبه ويا 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 الاشار فحطيت وياه طماط الاشار وفلفل الاشار وذريت عليه شويه ماي الاشار على ويا اليريش طبعا عندي اصبار حق اليريش انا حاطه هني حق اليبي اصبار ويا اليريش اي وزين وين البصل الحمزه تعودنا كاهو فوق هذا كاهو فوق شوف فوق هذا الميبس لا فوقه هذا ايوه شفته هذا البصل ايوه تمام وطبعا السلطه سويت مضبوط يا مال العافيه والله ما جاملك يا مال العافيه يعطيك العافيه حبيبي شهاده نعتز فيها طبعا الحين ام محمود قاعده لا لا سحر طبعا السلطه سويت ميكس ما بين الفته ويا الاشار سويتها ميكس ما بين الفته والاشار ما شاء الله عندنا طبق والفته كاهي هذا قدامك صار لك فته متغير عليك
خالد العجيب في البحرين هذا يجض انا اقول انا اليوم اصلا ما بغيت اطلع الهواء لا اشتغلت سنه فعندي فائض عاد تسلم مبارك خلينا اليوم نشوفكم نتشرف فيك الله يحفظك انت حاط مثل الفطاير اشونا شهد سلمان مهني بناره شهد سلمان مسي عليها بالخير طبعا ويا الطبق الرئيسي سويت لكم البتر تشيكن هذا بيبي تشيكن يعني دياي على قولتهم اي بس مبين عليه ما شاء الله يا مال العافيه يا مال العافيه ويا عيش الزعفران ان شاء الله طبعا عندنا الماي واللبن والبنتو والسلم طبعا السويت انت عارفينه ايه. البلاط انتو حالبين هالبقره ولا شنو هذه اي اي هذا ماك عطينا ورا الوزاره اسف لا والله لو شاهديني ها طيرت عليني والله شوف شاهد مرضى عليها فنانة جميلة أكيد وكوميدية وحلوة هالسنة طالعة في مسلسل أنا بس ما قاطعكم لا قاعد وياك ما بعد الهوى إن شاء الله مسوي شيء بالأكل ما يبي أكل لا متذوق أنا قبل أطلع الهوى طيب طيب شاهد سلمان من كوميديانات وهالروح الحلوة عليها شاهد أيوه بعدين تتقبل وحابين هالجمهور حتى خصوصا الحريم دائما ابو محمد عندك اهتمام في مشاركه العنصر النسائي في المسرحيات اي لان هي من جزء من المجتمع كيت. مهم من يوم انا دور الاب هي دور الزوجه الام العيال يعني انا مسرحياتي اكثرها اجتماعيه وجوهم حلو يعني انا جيب توليفه الهام الفضاره الجو هذه شاهد سلمان لها جوها ميس كامر لها جوها دلال عندنا بنت كويتية جميلة يعني الأجواء العنصر النسائي أنا عندي مهم في المسرح خلق توليفة جميلة فتاة سلطان ترى جايك الدور أنا مرة أقولها إن شاء الله فالعنصر النسائي الحين في خصوصا حتى بعض البنات في المسلسلات حلوين زوجتي من قاعد بالبيت ام محمود طارق ليش ما تجيب هذه يبا هذه وهي عندنا مصيبه بعد في نقطه شنو ان معظمهم يبون مسرح طفل يعني معظمهم يجون البنات وهذول زملائنا يبون الطفل يقول يبون جم 11 واحد كلهم مسرح هي الطفل بلاي باك اكثرهم اي لا هم ايضا يحبونهم الاطفال فعلا يعني في نجوم كثيرين يحبونهم الاطفال لان مسرح الكبار بعد زياده انه له رهبة عارف جمهور يختلف لما تدش تشوف قاعدين عارف عقل وهذا المهاجمين واللي وناس جمهور كبار له رهبة كله يخافون عبالهم شوف في نقطة مهمة بعض الزميلات يخافون ان احد يقطع عليهم او طارق تقطع علينا قطعت لا يبا انا اذا ما احترم زملائي الخشبة ها كذي انا ما لكن احنا نتفق على افيه لازم يعرفون الافيه غير والمهانة غير في إفيهات حتى لما بخري منك ولا بيننا إفيهات وأنا يعني أنا حتى العنصر النسائي في يعني كل مسرحية لها جوها حتى كل فنانة لها جوها أحترمهم كلهم بس كل واحدة ودورها وجوها أكيد أكيد يعني هل تتخيل أنا مثلا أدز الهام شكلي مو حلو أكيد عرفت أو أدز مثلا بس مثلا شهد أقولها لا تركيبتها كذي يعني مو أدزها وأطقها لا بس تركيبتها وفي شغلات العفوية ساعات تصير تصرف عفوي بس هذا مو كل يوم احنا نسويه يعني ساعات مثل ما أدري أنا حشت آسف أحمد حشت كذي مثلا يكون وليد اللحظة إيه ودش معاها تدري شنو أحيانا قشمرتنا برا زين يعني داخل تصير مو مثلا النية إن في شيء ولا لا ما هو السوشيال ميديا بعض الحزام منصات للأسف أتمنى يكون عندهم مصداقية في نقل الشغلات اليوم خلونا إحنا قربوا بيننا لا تبعدون بيننا كفنانين هذه بعض المنصات والحسابات ثق تماما إحنا مو بحولك والله لو تشعل فتنه بيني وبين الرجال احنا اخوان اكيد وهذا الأهم على الزملاء كلهم إيه هذا الاهم والاكيد ان الوقت فعليا مر بسرعه للاسف وصلنا للنهايه احنا بنقعد ناكل راحتنا لكن ما في سفري تاخذ سفري حاب اشكركم على قبول الدعوه ونورتونا في كل الحكايه اذا في كل ما خير عندكم تفضل ابو فوز طبعا شكر لك شخصيا وكل الاخوان الموجودين المصورين قضيت على البيضه والوكيل
المساعد. المساعد شؤون التلفزيون ابو عبد الله تركي المطيري ومعالي وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري وان شاء الله عساه ان شاء الله عيد سعيد باذن الله على القياده السياسيه قيادة سيدي حضرة صاحب السمو ولي عهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والله يعزه الكويت ويحفظهم إن شاء الله يا رب. أنا ما بأزيد على كلام أخوي لكن احنا نتمنى إن شاء الله الكويت يعني والرؤية الجميلة لسمو الأمير الله يحفظه وسمو ولي عهده وأثلت صدورنا بكثير من القرارات نتمنى الخير للكويت وأنا أقول لكم القادم أفضل بإذن الله أفضل والحمد لله يمكن أنا من يومين طلعت مع الأستاذ غادر زوقي وقلت الأمنيات أن احنا ننسى الأمور نقطها ورانا ونبدأ إن شاء الله من جديد ونهني أخونا وزير الإعلام ونقول له يلا الهمة الهمة وإحنا وياك وياك يا ابو يوسف اخوي ابو عبد الله واتمنى اسره الفنيه لهم التوفيق في جميع اعمالهم احنا مستانسين لهم جميعا واتمنى احنا نقدم شيء حلو حق جمهورنا ولا تبخسون حقنا لما تقولون الجيل والجيل ترى احنا هم جيل حلو ويعجبك وقاعد نجتهد فعلا علشانكم فعلا كل الشكر نجومنا طارق العلي واحمد العنان شرفت ونورت حبيبي وتحيه حق زميلتك بعد نقول ما تشوف شر تستاهل شكرا نجومنا وان شاء الله نشوفكم من نجاح الى نجاح ان شاء الله يلا ابو يلا خذوا كذلك اعزائي المشاهدين شكرا للمتابعه نشوفكم باكر مع ضيف قادم لذلك الحين في امان الله.